على هذه الرفوف بالصالون الدولي للكتاب يجد المكفوفون ظلتهم بكتب مطبوعة بتقنية البرايل يعرضها جناح المكتبة الوطنية. شاركنا في هذا المعرض الوطني للكتاب الطبعة 25 بمعرض خاص بالكتب البرايل، يعني خاص بالمكفوفين وضعاف البصر. تكون من كتب مكتوب من مجلات ثانيك بالبرايل، وعندنا الكتاب المسموع كما راهو معروض هنا في المعرض. الكتاب المسموع فيه دي كاسيت اوديو وفيه دي سي دي اوديو. مصاحف القرآن الكريم دونت بالبرايل عبر أجزاء عديدة، روايات وقصص مختلفة مطبوعة بهذه التقنية التي تسمح للمكفوفين بالاستمتاع بشغف القراءة. ما نقولكش كاين كلش، كاين نقص مي وميم طون كاين يعني كتب. ما عندنا مثلا المصحف، مصحف شريف، عندنا الاخر كتب ثقافية، عندنا كتب يعني في حقه محدود يعني محدودين، ما عندكش الأشواء بزاف بصح كاين كوما. محدودية مجالات كتب البرايل هو ما يقف بين المكفوفين وإشباع رغبتهم في المطالعة في ظل نقص اهتمام دور النشر بطباعة كتب البرايل.